تعالوا بقى يا امهات، عايزين نتكلم برضو مع بعض في موضوع بيحصل تقريبا كل ام بقى عندها اكتر من طفل، اكيد بتشوف الموضوع ده. موضوع ليه علاقة طبعا بالتربية، الخلافات الكتير اللي ممكن تكون بتحصل بين الاخوات، ازاي احنا كامهات وابهات نتعامل معاها، ازاي نعرف نحل ما بين الاخوات، وكمان يعني نراعي ازاي مراحلهم العمرية او الاختلاف ما بينهم، ازاي نخليهم ما يتخانقوش. عايزه اقول لكم شويه حاجات يعني لو كل حد فيكم يقدر يعني يعملها او يتبعها ممكن تناسب الاطفال اللي عندكم، وممكن تخلي موضوع المشاكل ده يقل ما بينهم كتير. اول حاجه لازم تحددوا المشكله انت وابوهم، يعني على حسب مين فيكم اللي موجود بقى وقتها معاهم، بس لازم تحددوا المشكله، لازم تعرفوا مين صح ومين غلط، وتسمعوا كل واحد مش طرف واحد بس. يعني ما ينفعش تسمعي من اللي جاي بيجري عليكي وبيشتكي وبيعيط، الحقيقه ماما عمل لي كذا كذا، تقومي جايه واخده اكشن على طول مع التاني او مع التانيه. لا، لازم تعالي هنا، ايه اللي حصل؟ احكي لي انت ايه اللي حصل. هو يا مامي عمل كذا كذا. اسمعي بالتفصيل من هنا واسمعي بالتفصيل من هنا، لان طبعا كل واحد فيهم هيطلع نفسه مش غلطان، دي معروفة. دي هي احنا اصلا لما بنبقى كبار كده وبنبدأ نرمي الاتهامات على بعض، نقول هو احنا اطفال ولا ايه، هو اللي عمل هو اللي عمل، دي حركتهم حركة الاطفال. فانت لازم تكوني عارفة كويس، تحددي المشكلة جاية منين بالظبط، تقعديهم كده وتكلمي معاهم وتبقي عارفة ايه اللي حصل بالظبط. وكمان لازم هما الاتنين يحترموا بعض، علميهم يحترموا بعض، يتكلموا ازاي مع بعض. يعني هما بيحكوا المشكلة ليكي، يكونوا بيحكوا المشكلة ليكي، في يعني كل واحد فيهم مستني التاني يخلص، ما تسمحيش ان حد يتجاوز في حق التاني، ما تسمحيش ان حد فيهم يمد ايده على التاني قدامك وهم واقفين بيتكلموا وبيحكوا لك اللي حصل. لا هو اهدوا بالراحه، انا كده مش هعرف اسمعكم، اقعدوا قدامي كده وكل واحد فيكم ليه دور يتكلم فيه، وتديهم ادوارهم وتقعدي تسمعيهم بمنتهى الهدوء. فلازم كل واحد فيهم يحترم دور التاني في انه يتكلم، ويسيب التاني يخلص شكوته للاخر، ولا يتدخل في كلامه ولا يعترض ولا يسمع للآخر، والتاني يسمع برضو نفس الكلام للآخر. كمان مهم قوي انك تكوني حاطة قاعدة ان وقت الخناق مش مسموح ابدا ان اخ يضرب اخوه او اخ يضرب اخته او اخت تضرب اخوها او يشتموا بعض. لازم الام هي اللي تاكد على ده وتحذر منها جدا، طول ما انت شايفاهم يعني بيتشكلوا كده مع بعض او اسمها بينكسوا بعض، بيقعدوا هم كده يفركوا كده، الحاجات دي انت حاولي ان انت ما تمدوش ايديكم على بعض، بلاش تعملوا كده، ايديكم للعب بس. لو لقيتي حد بيتطاول على التاني باللسان، لا ده ما ينفعش خالص بقى، واصلا ما ينفعش طفل يتطاول باللسان مع اي حد خالص. لازم يراقب كلامه، وانت تراقبي كلامه وتراقبي كلامك. وانا بقول لنفسي يعني كل اللي بيربي اطفال، على فكره احنا الاطفال في اوقات كتير قوي واحنا بنربيهم احنا كمان بيتعدل سلوكنا معاهم، احنا بنبقى واخدين قدر من التربيه كويس قوي، بعدين بنبقى شباب، فبيجي بقى مرحله طش الشباب وعايزين نبقى جامدين وعايزين الناس بقى تفتكر ان احنا يعني عارفين كل حاجه، في حته كده بننساها شويه او بنحطها على جنب شويه. لما بنيجي بقى نخلف ويبقى عندنا عيال بنبدا نسترجعها تاني. لازم نحافظ على سلوكنا، لازم الولاد حتى هم بيتكلموا مع الاب او مع الام اثناء الخناقه يبقوا بيتكلموا وهم يعني محترمين ان الاب والام واقفين معاهم، مش ده هو عمل ده هو مش كده، لازم شويه شويه، مش برضو بالعافية، مش انت تبقي واقفة بتزعقي قصادهم، لا بطريقة شوية إيجابية. أنا عارفة إن الإيجابية مش سهلة خالص خالص، أنا بتكلم مع كل الأمهات وأنا معاكم، أنا بكلم كأني بكلم نفسي. فالتربية الإيجابية ما هيش سهلة، فكرة إنك تبقي شايفة حاجة وتبقى منرفزاكي معصباكي وتبقي مش غضبانة تبيني عكس اللي انت، لازم تكوني صح، لأنك انت الرول موديل، انت المثل الاعلى بتاعهم انت وابوهم. حتى كمان في خناقاتكم انت ما فيش زوجين ما بيتخانقوش، لازم تدوا مثل كويس. يعني ايه نخانق بمثل كويس؟ يعني تخلي بالكم قوي، يعني ما تزعقوش في بعض جامد قدام الولاد، يعني كلامكم ما يبقاش جارح، ما تجرحوش في بعض وفي شخص بعض قدام الولاد. لو لقيتوا الموضوع هيزيد قوي تقفلوا الموضوع تماما، ولما الولاد تبقى تنام تبقوا تتكلموا، او لما يبقى تدخلوا في اوضتكم او في اي مكان بعيد عنهم انزلوا
او هما الولاد مثلا يبقوا في المدرسه، يعني شوفوا اي وقت الولاد مش موجودين فيه حواليكوا، لو خلاص الموضوع كبير قوي. انما طول ما انتوا قدام الولاد لازم الموضوع يبقى فيه احترام متبادل ما بينكم، عشان انتوا الاثنين المثل، عشان ما يجيش بعد كده الولاد يقولوا اشمعنى انتوا بتعملوا كذا، طب ما انت يا ماما بتتخانقي مع بابا صوتك بيعلى، طب ما انت يا بابا لما مش عارف ايه بتهبد على الترابيزه. لا، مش هتبقوا مقنعين بالنسبه للاطفال وانتوا بتعملوا نفس الحاجات اللي انتوا بتقولوا لهم ما يعملوهاش. فبجد بجد هي كلمة احنا بنتربى مع ولادنا دي حقيقية. احنا كمان نعدل من سلوكنا واحنا بنتعامل معاهم، واحنا بنتعامل قدامهم مش لازم معاهم. ممكن الطفل بيبقى قاعد بيلعب وانتي فاكرة او انت فاكر انه مش مركز معاك، لأ ده هنا في ريكوردر شغال على طول. وفي بقى اخطاء كتيره بتحصل، اللي هو مثلا حد يرد لك على التليفون، يعني مثلا ابنك تدي تليفون لابنك يرد يقول ان انا نايمه، رد له ان انا مش موجوده، كذب. بعد كده هو مش هيرد عليك، اصل معلش يا ماما انا كنت في درس، معلش يا ماما انا كنت مش عارف ايه. انت كده ممكن تكوني بتعلميه الكذب وانت مش حاسه. ما تقصديش، الست جارتك دي خانقاكي وكل حاجه، انما هيقلدك في الكذب ده. وبرضه لو اتنرفزت او اتنرفزتي وخبطتي حاجه رزعتي حاجه هيقلدك، هتلاقي هو كمان او هي كمان بتتنرفز وبتخبط وبترزع، وفجاه تلاقي نفسك هي بترزع في وشي كده، ليه هي ازاي بتعمل معايا كده؟ ما عشان احنا كنا بنعمل كده قصادهم. فبجد نحاول ان احنا نقلل احنا من اخطائنا واحنا بنتعامل معاهم وبنتعامل مع نفسنا قدامهم. انا عارفه ان مفيش كده مساحه حريه للام حتى انها تتفجر طاقه الغضب اللي جواها او كده، بس معلش في مراحل بتبقى حرجه قوي في تربيه الاولاد من وهم صغيرين لحد سن المراهقه، يمكن منتصف سن المراهقه كمان، بعد كده بيبداوا شويه يدركوا ويعقلوا. هو يعني هي الجنه مش تحت اقدام الامهات من مفيش، وبرده الابهات اكيد ليهم الجنه برده مش من مفيش. تربيه الاولاد شيء مش سهل، واتمنى ان كل الولاد يا رب ان شاء الله يكونوا برين باهلهم ويكونوا لطاف، يعني بالراحه على ولادنا، واحنا كمان يا رب ان شاء الله بالراحه علينا، يعني ولادنا يبقوا بالراحه علينا شويه باذن الله.